عبارة أنت السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، فارق أعداء الكنيسة ملان بمجد أبي والروح القدس يباركنا كلنا ويطهر قلوبنا ويشفي أمراض نفوسنا وأجسادنا تنقشتمك بخريستوس نبكيوتنا غاسوس نبابنا ومسوع جاك اي اكسوت امون السلام لك يا جوارجيوس ذل اسم الاعظم اختارك الرب ذكرك في الأقاليم تقدمت أيها المختار إلى ديديانوس وأخذت كل الكفار بعلامة بن ستافروس ديديانوس على وجهك النعمة جميلا في شخصك تودي مثل النجمة فقال لك يا مختار أنت من أي مكان أنا لي ثلاثة أعوام ما رأيت مثلك
إنسان فما حاجتك عندي حتى أتيت لأن تعال وإخبرني أنت من أي مكان بحق يسوع ربك تخبرني يا إنسان عن أبيك وجدك كان وزيرا أو سلطان فقال له جورجيوس أنا ابن أناستاسيوس وأنا عبد لربي سوس بخريستوس كبدوك يا ولدنا نسبتنا في فلسطين وفيها مربانا ومنا مقيمين قال له ديديانوس تعالى عبود لوسك وبخر يا محروس وانا اكتب لك فرمان فقال له جورجيوس انا نسل الكرم كيف تأمرني يا منجوس انا عبو دلاوسان فأمر ديديانوس بعذاب القديس ولأجند قد عروه وضربوا بالدبابيس سنوات عدة يقاسي بلا تعب واحتمل كل شدة في محبة رب الأرباب 300 قد مات على اسمه القدس وأحيانا في رب القوات المحيي كل نفوس وفي رابع موتى مضى بالتعليل وأخذ الشهادة ونال سبعة أكاليل ينظفر بالنعمة من عند الرب القدس نال إكليل الشهادة بنشوس بأورج أورجيوس السلام لك يا بطل يا قائد كل الفرسان يا من من أجل خزي عباد الأوسان السلام لك يا قدس يا ابن أناستاسيوس يا حبر النافس يا عبد إيسوس بخريستوس السلام لك يا بطل يا قائد كل للفرسان يا من أجل خذ يا عباد الأوسان السلام لك يا قديس يا ابن أناستاسيوس يا حبر نافس يا عبد إيسوس بخريستوس السلام لك يا بطل يا قائد كل الفرسان يا من أجل اسم خذ يا عباد الأوسان السلام لك يا قديس يا ابن أناستاسيوس يا حبر النفس يا عبد صل بخريستوس تمسير اسمك في افواه كل المؤمنين الكل يقولون يا اله مرج رجس عنا اجمعين
شو يسيبو روقي